تمرين هيقوي ثقتنا وتقديرنا لنفسنا. ورقة وقلم وهنملى الثمان مربعات دول. ثلاث حاجات بحبهم في شخصيتي، ثلاث حاجات انا بعملهم كويس او شاطر فيهم، ثلاث حاجات انا فخور اني عملتهم، ثلاث حاجات انا بشكر ربنا عليهم، ثلاث حاجات بحبهم في شكلي، ثلاث صعوبات قدرت اتخطاهم، ثلاث اشخاص ممتن لوجودهم في حياتي، ثلاث جمل حلوة سمعتهم من الناس عني. لو عملت التمرين ده على الاقل مرة في الاسبوع لمدة شهر هتلاقي فرق كبير في ثقتك بنفسك.